وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. بدأت الفكرة من 20 شاب، 20 شاب وعشرين صبية، 10 منهم من ذوي الإعاقة، ضمن تجربة اشتركوا فيها الشباب بلحظات كثيرة وصاروا مع الوقت عائلة واحدة. مع هالفكرة بدأ العمل على منصة دال، أولى منصة إلكترونية لتحقيق فكرة الاندماج. كيف انشغل على الفكرة ومين الفريق وشو الصعوبات يلي عم تواجههم؟ كل هالمعلومات وأكثر مع ضيفتنا إيناس حورية من ذوي الاحتياجات الخاصة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباحك أهلا فيكم، بس بدي صحح لك انه المصطلح هو مو ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، ذوي الإعاقة. هلا في كثير، نحن عملنا استطلاع رأي على المنصة انه شو برأيكم، ذوي الاحتياجات الخاصة ولا ذوي الإعاقة؟ نحن بنحب ذوي الهمم إيناس، لأنه كلكم همة حتى تعملوا منصة مثل منصة تمام. هلا نحن بالمنصة رح نوضح هاي الامور، لانه هو هني قالوا بالتعليقات انه الالطف انه ذوي الاحتياجات او ذوي الهمم، ذوي الاراده، بس المصطلح الاصح هو ذوي الاعاقه، ورح يكون لنا توضيح بالمنشورات القادمه. هلا بنحكي عنه اكثر ايناس. يعني اول شيء بدنا نقول لك انه خبرينا عن العمل كفريق لكم، كيف طلعت الفكره وشو هي منصه دال؟ هلا اول شيء كنا بمخيم 10 عم نشتغل على الحملات الاعلاميه، فطلعنا بفكره انه نساوي منصه تكون هي مساحه للمشاركه بين ذوي الاعاقه وغير ذوي الاعاقه، تعزز مفهوم الدمج بالمجتمع، ويكون لها اثر على الواقع ان شاء الله بالايام القادمه. أكيد إيناس، خلينا نحكي عن الصعوبات اللي عم تواجهكم، خلينا نحكي كمان فريقكم مين هو، من كم شخص مكون، وأنتم مقسومين لقسمين مثل ما بعرف، إنه شيء للتحرير، شيء للنشر، خلينا نحكي عن منصة دال والفريق الموجود معكم. لا، الفريق هن متدربين مخيم 10 و10 بلس اللي تمم المخيم الأول. عندنا 10 من ذوي الإعاقة و10 من غير ذوي الإعاقة. قسمنا حالنا يعني لفرق، فريق المحتوى التوعوي، فريق التصميم، كل واحد وين شاف حاله انه هو راح يقدم الشيء الاحسن كان بالمكان المناسب، فريق النشر اللي انا فيه، وفريق المتابعه والتقييم اللي راح يقيم عمل المنصه انه شلون ماشيه، التفاعل حققت اللي المراد منه ولا لا. نحن عندنا فريق النشر اللي أنا فيه، نستلم محتوى من الفرق الباقية ومننظمه ومندققه ومننشره على المنصة. أكيد. نعم، كيف عم بيتم التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية والبصرية إيناس؟ كيف عم يتم هيك إقناعهم بمنصة دال؟ هلا اللي بالفريق معنا، ثلاث بنات من ذوي الإعاقة السمعية، كان عندنا مترجمة الإشارة فرح تل، فهي كانت ترجم اول شيء للبنات اللي من ذوي الاعاقه السمعيه ولا لنا يعني توصلهم الفكره. فنحن بمخيم 10 لما كنا ال 20 يوم هناك، كل الفريق صار بده يتعلم لغه الاشاره، كلنا صرنا انه بدنا نتواصل معهم، لازم نوصل الفكره بشكل صحيح، ويتم العمل انه من خلال المنصه يكون في منشورات او فيديو او محتوى يساعد كمان على التواصل مع ذوي الاعاقه السمعيه، وما ننسى يعني ذوي الاعاقه البصريه اكيد، لانه راح يكون في منشورات صوتيه توصل لذوي الاعاقه البصريه وبتتواصل معهم. إيناس، خلينا نحكي شو بيميز منصه دال عن غيرها من المؤسسات او يلي عم بيعملوا وسائل الدمج، خلينا نحكي شو اللي بيميزكم اليوم، وانتم كفريق قلتوا عائله واحده، خلينا نحكي عن التعاون والتفاعل بيناتكم. هلا اللي بيميز منصه دال انه هي اول منصه بتعنى بالدمج، اللي هو حسب تعريفه بنظام بيانات الاعاقه والصحه، انه يعني يساعد ذوي الاعاقه على القيام باشياء تماثل اللي هن من غير ذوي الاعاقه. نعم، خلينا نشوف منصة دال من خلال عملكم يمكن غيرت شوي، يمكن حتى حياتكم الشخصية. هلا نحن كفريق اكيد غيرت، بس نحن بدنا نغير على مستوى اكبر بالايام القادمة. شو غيرت مثلا؟
نحن بالنسبة بحياتنا لكم ايه؟ هلا الفريق كله ما كان متوقع انه الدمج هيك راح يكون، يعني صرنا نفهم بعض، نتواصل مع بعض بشكل اكبر، ذوي الاعاقه يفهم شعور غير صار عندكم حياة غير ذوي اجتماعية الاعاقه كتير. فيه، ونفسيا اجتماعيا صرنا أكيد. احسن، أكيد. وصار عندنا يعني هدف كمان جديد لحتى نحققه ونوصل فوق. خلينا نحكي إيناس عن الصعوبات اللي عم تواجهكم، شو هي الصعوبات كفريق من الصيدال؟ هلا كفريق نحن كثير بحس انه متكامل، التواصل بيننا منيح، الصعوبات يعني قليلة، فالنت الشغلات الهيك، وكمان في أشخاص انه بيكونوا سلبيين يعني بيوقفوا ضد الأفكار اللي نحن عم نطرحها، فنحن بدنا نحاول انه نسهل هالصعوبات نوصلهم الفكرة. أكيد نعم. لوين حابين توصلوا يعني بأهداف منصة دال، وممكن يكون لها استمرارية بعد عام مثلا من إنشائها؟ احنا عم نشتغل انه يكون لها استمرارية المنصة وتوصل لأكبر عدد من المجتمع لحتى تحقق شيء على أرض الواقع، مو انه تكون بس خلاص انه عملنا منصة تواصل وانتهى مفعوله، رح ان شاء الله نشتغل نحن، لانه نحن كمان من ذوي الاعاقه بالفريق، يعني نحن اللي عم نشتغل على المنصه، عم نشتغل على حالنا لحتى نحسن واقع ذوي الاعاقه بالمجتمع، بسهوله الوصول مثلا الطرقات، بالتعليم، نساعد يعني نساعد بعضنا. نعم. حكينا عن الصعوبات، خلينا نحكي على إنجازات منصة دال أكيد، وشو هي مشاريعكم القادمة إيناس؟ مشاريع هلا نحن يعني مع الأيام القادمة راح يكون لنا أنشطة، بس لسه لأنه هلا نحن البداية بعدنا ببدايتنا بالانطلاقة، فراح نطرح كل شيء بالمنشورات المنصة. نعم، يعني شو بتحبي تقولي لكل رفقاتك خلينا نقول اللي مشاركين بمنصة دال، وهل لقيتي في تطور بشخصيتهم؟ تطور بشخصيتنا أكيد، لأنه صار عندنا أمل جديد، وبقول لأصدقائي ورفقاتي اللي هني صاروا عائلتي، مو بس المتدربين، كمان فريق على السلام اللي وقف معنا كثير وساعدنا بمهاراته وتعلمنا منه كثير شغلات. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافية، وإن شاء الله راح نضل إيد واحدة وعائلة واحدة لحتى نوصل للهدف اللي نحن أكيد. إيناس بالختام خلينا نحكي على كلمة أخيرة منك، أمنية منك وكل من فريق كل منصة دال، خلينا نحكي على شو هي أمنيتكم لهالسنة بشهر الأعياد، شو أنتم متمنين للسنة الجاي إنه يتحقق بال 2020؟ أول شيء كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله سنة جديدة تكون سنة خير على سوريا وكل اللي عايشين فيها، ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة، لأنه بنتمنى عن جد إنه ياخذوا ذوي الإعاقة مكانهم بالمجتمع، لأنه يمكن ما كان في فرص سابقة إنه ياخذوا هذا المكان اللي هو إلهم، بس كان شوي مهمش وهيك، فان شاء الله ذوي الاعاقه رح يكون لهم مكان، ورح تكون سنه خير على الجميع، وتتغير نظره المجتمع لذوي الاعاقه، لانه في نظره متاصله انه شفقه وهيك، لا هي كانت من زمان، هلا من جديد هي الشريحه موجوده معنا، وهي الشريحه اكيد عم بيصير دمج وعم بيقدروا يشتغلوا وعم بيقدروا يثبتوا حالهم بالشارع بالكرسي الكهربائي تبعي عندنا بالطيفه بريف دمشق، فعم لاقي تغيير انه تغيير بنظرة المجتمع أكثر. أكيد لأنه أثبتوا حالكم يمكن إيناس من خلال همتكم وحبكم للحياة وتخطيكم لكل الصعوبات. أكيد أكيد الشريحة كثير مهمة، يعني بنتشكركم على منصة دال وعلى فكرة الدمج اللي كثير مهمة، وبنتمناها دائما تصير حتى بكل مكان وبكل المحافظات السورية. إن شاء الله. شكرا لك يا إيناس على وجودك شكراً معنا، وأيضا تحياتنا لكل الموجودين بمنصة دال معك. أكيد, أكيد. متشكرك إيناس لوجودك معنا، متشكرك إلك ولكل فريق منصة دال، بنتمنى لكم دائما التوفيق، وبنشوفكم بحلقات قادمة، وبنشوف مشاريعكم وإنجازاتكم التانية. إن شاء الله أي تطورات تانية كمان راح نواكبكم فيها وتكونوا معنا فيها. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم.